هذا الفيديو بنكمل فيه الـ AC to AC Converters. تتذكروا حكينا أحد المجموعات الـ Power Electronic Circuits هي AC to AC Converters، اللي بتاخد AC Input وبتطلع AC Output مباشرة بدون ما أحول AC لـ DC و DC لـ AC مرة ثانية. الدائرة اللي تفرجنا عليها المرة الماضية كانت Single Phase، فاستخدمنا Two Thyristors Back to Back. تتذكروا التعبير اللي استعملناه كان Back to Back أو Anti Parallel. الانود تبع واحد من الاس سي ارز بنركبه على الكاثود تبع الثاني، ونفس الشيء الكاثود هون بنركبه على الانود. ف 180 درجه بتكفل فيها واحد الاس سي ار هاد، وال 180 درجه الثاني بتكفل فيها الاس سي ار هاد. فهذا ممكن يعمل هون كوندكشن بالاتجاهين، ممكن الكرنت يعمل فلو بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه. راح نستخدم الان 3 فيز سورس. فعندي هون انا سميتهم هون بالحاله هاي ار واس وتي، وبينهم طبعا 120 درجة. فإذا نطلع هون راح نلاقي هذا طبعا lagging by 120 degrees على 50 هرتز، وهذا lagging by 240 degrees على 50 هرتز اللي هو التي، اللي هو طبعا بدوره leading راح يكون لآر ب 120 درجة. وهون عندي طبعا 0 degrees phase shift. أخذت أنا البيك هو 310 اللي هو بتناسب مع 220 فولت RMS، 220 فولت RMS، 220 فولت RMS، اللي هو بعطيني line voltage 380 فولت ما بين الفيز والفيز. فV minus R 380 فولت RMS، وS minus T 380 فولت RMS، وهكذا. راح تلاحظوا في عنا اختلاف هون بسيط من ناحية السينكرونايزيشن. احنا كنا في الريكتيفايرز نستعمل السينكرونايزيشن مع R minus S وS minus T وT minus R. انا اليوم عم بعمل السينكرونايزيشن مع R وS وT. طبعا انا ممكن نفس الشيء اعمله اغير الزاوية، بس هون الاحسن اني اعمله مع R، لأنه الزاوية راح تشوفوا الزاوية اليوم بتكون ممكن تنزل لزيرو بالنسبة ل R، زيرو بالنسبة ل R. فأنا السينكرونايزيشن هون عامله ما بين R والنيوترال وS والنيوترال وT والنيوترال. فعندي هون هاي R داخل هون والنيوترال، وهذا اللي عملت له سينكرونايزيشن. فهذه فعليا هي مش AB اللي أنا مدخلها، أنا مدخل A وB وC أو R وS وT، والسينكرونايزيشن راح يصير بالنسبة لهم. الانيبل زي ما عملنا المره الماضيه نفس الشيء، حتى اعمل انيبلينج بيرمننت للبلوك، ما بدي اعمله انا ديسيبل في اي لحظه من اللحظات. فخلي له هذه هون 0 0، معناها ما راح تعمل بلوك، يعني راح يكون البلوك هذا انيبل. الفايرنج انجل راح تتفاوت معي ما بين 0 ل 150 على فكره اليوم راح نشوف. فراح اخلي هلا الزاويه هون راح اخليها 0 في البدايه. الدبل بلسنج مهم في هذه الدائره، فضروري اني اخلي هون الدبل بلسنج. راح اخلي ويدث البلس 10 درجات، والفريكونسي طبعا لازم تكون متناسقه مع الفريكونسي. ال 50 هرتز بدها تكون متناسقه مع الفريكونسي اللي موجوده هون. بنفس الطريقه استخدمنا احنا السينكرونايز 6 بلس جنريتر. لاحظوا لحد الان السينكرونايز 6 بلس جنريتر استخدمناه في حاله الريكتيفايرز، واستخدمناه في حاله الاي سي تو اي سي كونفرترز. يعني لما يكون الانبوت هون اي سي سورس عم نستخدم السينكرونايز 6 بلس جنريتر، او طبعا 12 بلس جنريتر اذا كان عندي 12 بلس ريكتيفاير او 12 بلس كنترولر. الاوتبوتس عم تطلع معي هون، راح يطلع معي 6 بلسز بنفس الطريقه، وبدي استخدم ال 6 بلسز هذول بحيث اني افككهم باستعمال الدي مالتيبلكسر واخذ ال 6 بلسز. عشان التوضيح ونسهل تذكر السيجنالز، لانه تذكر وجدنا انه هذول السيجنالز ما بيمشوا بسهوله انه 1 2 3 4 5 6، ولكن بروحوا بترتيب اللي هو بيبدو اول واحدة هون اللي هي تذكروا حكينا 2 3 4 5 6 1. عشان اخفف من اللخبطة هاي انا حطيت هون جدول. الجدول هذا اخذت فيه انه السيجنال واحد اول واحدة طالعة من هذا بنوديها على T نيجاتيف. هلا T نيجاتيف هاي T، هاي T جاي من هون، والنيجاتيف يعني اللي هو الاس سي ار اللي راجع رجوع اللي هو النيجاتيف بارت، او T بار انا مسميه هون، او T داش. فواحد بروح على تي داش، اثنين بروح على اس بوزيتيف، هاي الاس جاي عندي من هون، هاي الاس، فبدخل على الاس سي ار البوزيتيف تبع الاس اللي هو هذا. فهاي جاي الاشاره الثانيه. الاشاره الثالثه راح تروح على ار بار اللي هو الار النيجاتيف، يعني الفيز الاول بس النيجاتيف، الاس سي ار النيجاتيف هذا. فهي هون الثالثه بتيجي عليه. الرابعه بتروح على تي، هذا هي تي هون. الخامسة بتروح على S بار يعني النيجاتيف تبع الاس اللي هو هون، والأخيرة السادسة بتروح على R اللي هو البوزيتيف تبع R اللي هو هذا، هاي هون الإشارة السادسة رقم 6.
ما راح استخدم اندكتيف لود هون لانه الويف فورمز معقد anyway في هذا السيستم، فراح اركز بس على 3 فيز ستار كونكتد 3 فيز ريزيستيف لود، وانا حاطط هون قيمه المقاومه 1000 اوم متماثل، طبعا اللود متماثل لازم يكون 1000 اوم 1000 اوم 1000 اوم في الثلاث حالات. راح اخذ هون الكرنت اللي ماشي في R1. احنا ممكن نطلع على اشياء كثيره، نطلع على الفولتج اللاين فولتج اللي طالع هون، بس انا هون ركزت بس في الحاله هاي على الكرنت اللي ماشي في اللود. طبعا راح يكون متماثل الكرنت هون والكرنت هون والكرنت هون نفسه، بس شفتد في 120 درجه، فما في حاجه احط ثلاث مالتي ميترز على هذول الثلاثه. راح اقيس هون بس الكرنت اللي ماشي في هاي، حتى اقدر اشوف هذا الكرنت على الاوسيلوسكوب بشكل كبير واقارنه بالفولتجز اللي داخله من هون. رديت ضربت انا الكرنت هذا، ضربته في 100، بس ضربته في 100 اللي هي قيمه المقاومه اللي موجوده هون، عشان لما اطلع على الديسبلاي يبين معي الفولتج اللي هو الفولتج هذا، الفولتج اللي عبر الريزستر. كان بامكاني اقيس مباشره الفولتج عبر الريزستر هاي اللي موجوده هون، وقست انا كمان الفولتج من ار عشان اقارن فيه. فانا هون ماخذ الفولتج اللي جاي من ار بالنسبه للجراوند وحطيته هون، وطبقت هذول السيجنالز التنتين فوق بعض حتى اشوف كيف شكل الويف فورم اللي بيطلع معي. بعكس الريكتيفاير، بتتذكروا الريكتيفاير قلنا في مينيمم فايرنج انجل ما كانت ممكن تقل عن 30 درجه بالنسبه لار، او 60 درجه المينيمم كانت بالنسبه لار ماينس اس. لكن في حاله الثري فيز كنترولر الاي سي تو اي سي كنترولر، بالنسبه لار ممكن الزاويه تنزل لزيرو، قيمتها المينيمم ممكن تنزل لزيرو بالنسبه ل R. فرح نبدا من زيرو، وزي ما راح تشوفوا هون بدون ما ادخل بتفاصيل تحليل الدوائر لانه هاي بدها تفصيل كثير. انا هون حاطط شكل الويف فورمز بين زوايا معينه، من 0 ل 60 في شكل معين راح يطلع على ويف فورم تبعت الكرنت، من 60 ل 90 راح يطلع لها شكل مختلف، ومن 90 ل 150 راح يطلع لها شكل مختلف، وهدفنا من هون نتاكد انه عم بيطلع مع الاشكال اللي موجوده هون. انا هون حاطط مش اظن حاطط هون كونتينوس، انا الباور جي يو اي نتأكد، انا حاطط كونتينيوس، وحتى انا هون عشان الدائره هذه لانها غلبتني ما اشتغلت لفتره، عملت انيبلنج ل يوز اوف ايديال سويتشنج ديفايسز، يعني الاس سي ارز اللي انا مستخدم هون انا حولتهم لايديال ديفايسز، ما لهوش اون ريزيستنس، زيرو اون ريزيستنس وزيرو فورورد فولتج، وشلت السنابر سيركتس منهم حتى بس اقدر اني اطلع الويف فورم اللي مطلوبه هون. هذا اوبشن موجود طبعا في الباور جي يو اي. إذن هيك احنا جاهزين نبدا نشغل السيستم من هون. راح ابدا الان بزيرو، زيرو على زيرو انجل مفروض نفس الانبوت ويف فورم تعطيني نفس الكرنت ويف فورم موجوده هون. خلينا نعمل رن ونشوف، وفعلا هون منطبقتين الاثنين على بعض. هلا اذا تتذكروا، خلينا نذكر حالنا بس بالاوسيلوسكوب سيجنالز اللي بتطلع معي. عندي هون تو شانل تو سيجنالز راح يدخلوا لاني عملت لهم بالمالتيبلكسر دمجتهم الاثنين مع بعض. فواحدة اول واحدة اللي هي بتمثل الكرنت بعد ما انضرب في 100 راح تكون يلو، مش مبينة معي لانه الماجنتا اللي هي الثانية ضغط عليها كانت فوقها، ولذلك ما بين اشي معي. خلينا الان اغير الفارنج انجل، اغيرها ل 15، نعمل انا هدفي الان يطلع معي حسب هذا السيركت. احنا قلنا انها اي سي تو اي سي، فمفروض يطلع معي اي سي ويدخل معي اي سي على السيركت ويطلع معي كمان اي سي. خلينا نطلع الان على شكل الويف فورم هاي اللي موجوده هون. راح تلاحظوا انه طبعا هم التنتين منطبقين على بعض، فالاصفر موجود هون وبس في المناطق اللي بنحرف فيها الاصفر عن الار. اذا هي كانه الانبوت، كان ممكن افكر فيه كانه هذا هو الانبوت وهذا كانه الاوتبوت فولتج، لانه الكرنت انا رديت ضربته في 1000 اعطاني الاوتبوت فولتج. فانا شوفوا كيف باستعمال ال 15 درجه هذول غيرت الاوتبوت فولتج، اختلف شوي عن الانبوت فولتج، فالار ام اس تبعه راح يبدا يختلف. لسه الاختلاف بسيط هلا في اللحظه هاي، بس اذا بتطلع هون راح تلاحظوا هي ال 15 درجه، بس ال 15 درجه ما بينت بس هون في البوزيتيف وبالنيجاتيف، بين معي قطعه منها هون وقطعه منها هون. هذه لو رسمناها راح نلاقي انه هذا هو ار ماينس اس على 2 وهذا ار ماينس تي على 2، لكن هذا طبعا منطبق انطباق كامل على ار. فالاوتبوت ويف الاوتبوت ويف فورم اللي هي الصفرة انحرفت هون ل 15 درجة عن ار، وانحرفت هون 15 درجة عن ار، وانحرفت هون 15 درجة عن ار، ولذلك الار ام اس تبعها راح يكون الان مختلف عن الار ام اس تبع الانبوت.
خلينا نغير هلا. هلا احنا هون انا بين الجدول اللي حاطه هون في عندي من 0 ل 60 راح يكون في لها شكل، في لها 5 سيجمنتس يعني كانه 5 مراحل مختلفه. خلينا نغير هاي مثلا ل 45 درجه الان نشوف كيف شكلها بصير، راح نبدا تتغير بشكل اوضح عن شكل الانبوت ار. هلا اذا بتطلع هون راح تشوفوا واضح اكثر الان الاختلاف اللي صار، هي 45 درجه. هلا الخمس سيجمنتس انا اللي بحكي عنهم اللي هم هي 1 2 3 4 5، خمسه خلال هذول ال 180 درجه وكمان خمسه خلال ال 180 درجه هاي. شو هم الخمسه هذول؟ طبعا الخمسه الجزء الاول من الخمسه هو منطبق على ار، بعدين ار ماينس اس على 2 منطبق على ار، ار ماينس تي على 2 بعدين منطبق على ار. هاي الخمس سيجمنتس اللي موجودين هون. هاي الار ام اس هلا تبع الويف فورم الصفر راح تبدا تنزل عن الار ام اس تبع الانبوت ويف فورم، فاحنا هون باستعمال الفايرنج انجل هاي اللي هي 45 بالحاله هاي غيرنا الاوتبوت فولتج، الار ام اس تبع الاوتبوت فولتج. طبعا تشوهت الويف فورم، واحد المشاكل اللي راح تنشا معنا من تشوه هذه الويف فورم بطلت بيور ساينوسويد، لما بطلت بيور ساينوسويد صار فيها هارمونكس، الهارمونكس هاي طبعا تسبب لنا مشاكل في المحرك. اذا عندي هاي 5 سيجمنتس وراح يضلوا هدول ال 5 سيجمنتس موجودين لحد 60 درجه. اذا لما بوصل 60 درجه راح يختفي هذا الار، راح يختفي هذا الار، مش راح يضل، لانه هاي راح تضلها تزيد الزاويه. هلا زادت كمان 15 درجه صارت 60، راح تصير تبدا الويف فورم عند النقطه هاي. خلينا نحط 60 ونشوف نتاكد من هذا. اذا راح اغير هذه الان ل 60 درجه، عند ال 60 درجه راح يبطل في عندي 5 سيجمنتس زي هون، راح يختفوا تقريبا ال 5 سيجمنتس، راح يضل عندي بس 2 سيجمنتس اللي هي اس ماينس ار على 2 و اس ماينس ار ماينس اس على 2 و ار ماينس تي على 2. نطلع الان على شكل هذه الويف فورم، راح تلاحظوا الان فعلا هي الصفراء انفصلت تماما الان عن ار، بطل في اي جزء من الاوتبوت فولتج منطبق على ار. في جزئين متجاورين، جزء منهم هو ار ماينس اس على 2 وهذا ار ماينس تي على 2. ما في اي انطباق على ار، هذا بصير التغير الكريتيكال، الزاويه الحرجه اللي عندها بيختلف من 5 سيجمنتس ل 2 سيجمنتس هي الزاويه 60، ونفس الشيء بصير عندي في النيجاتيف بارت منها. نفس الشيء زي ما حكيت هون عندي مشكله هارمونكس، هاي اذا بديت احلل هذول الهارمونكس راح اشوف في عندي كميه هائله من هارمونكس موجوده في هذا الكرنت، وهذا الكرنت اذا بدي لو هذا محرك، لو هذا طبعا انا راسمه هون ريزيستيف، بس لو هذا كان 3 فيز اندكشن موتور 3 فيز اي سي موتور، الكرنت هذا اللي مار هون راح يكون بيحتوي على هارمونكس، والهارمونكس هاي راح تبين في التورك وراح تسبب حراره اضافيه في المحرك، وراح تسبب حتى ضعف في التورك او خساره في التورك الاصلي اللي موجود في هذا المحرك. خلينا ننتقل اذا للفيز اللي بعدها، الفيز اللي بعدها راح تكون من 60 ل 90، من 60 ل 90 راح يضلوا هذول التو سيجمنتس وراح يكونوا كونتينوس يعني متجاورين او متصلين. فخليني اغير هون مثلا لنص الفتره هاي اللي هي 75، 75 درجه، وراح اعمل الان رن. واذا بتطلعوا الان راح تلاقوا فعلا لسه عندنا التو سيجمنتس هذول ار ماينس اس على 2 ار ماينس تي على 2 ولساهم متصلين. فعند النقطة هاي بنتقل من واحد منهم بنتقل إلى الثاني، ناخذ 90، عند 90 طبعا راح يصيروا النقطة الزاوية الحرجة اللي عندها هلا راح يبطوا الاثنين هذول القطعتين متصلين. راح تلاقوا الآن هاي النقطة، عند النقطة هاي بعد هيك هلا بس تزيد الزاوية. هلا لاحظوا ال 90 هيها موجودة عندي هون ال 90 درجة، هي التأخير ال 90 لحد هون. فعم بأخر أنا 90 درجة بالنسبة للزيرو كروسنج تبع ار. هي عندي ار ماينس اس على 2، ار ماينس تي على 2، هلا بس أزيد الزاوية عن 90 درجة راح يبدوا ينفصلوا القطعتين هذول. فخليني آخذ مثلا 105. راح تلاحظوا هون هاي انفصلوا هدول القطعتين عن بعض، فصارت عندي قطعة منهم بتخلص في فترة ما فيش كرنت، كرنت زيرو، بعدين بتبدأ القطعة الثانية. الهارمونكس عالي جدا راح تكون الآن هون لو حللنا هدول،
راح نلاقي انه كميه الهارمونكس عاليه جدا، وهذه لذلك هذه من احد الطرق غير المحببه الان صارت للتحكم بسرعه الاندكشن موتورز، لانه كميه الهارمونكس والخساره في التورك عاليه جدا بتصير في هذا المحرك. خلينا ناخذ اخر شيء، اخر زاويه ناخذ مثلا 135 اللي هي قبل ال 150، راح يضل قطع صغيره جدا من هذول الار ماينس اس على 2 وار ماينس تي على 2. هي بتلاحظوا شايفين قطعتين بس، ضلت القطعه هاي القطعه هاي وما ضلش منهم غير 15 درجه، لاني وصلت 135 من 100 من 90 ل 150 لحد 150 معي اخر شيء. خلينا نشوف القطعه ايش بضل منها لو عملت هون 145، راح يضل بس 5 درجات من هذول القطعتين. هاي القطعتين هذول الموجودات هذول. ولذلك هذا الجهاز اللي هو 6 اس سي ارز اللي هو لا يستخدم كطريقه للتحكم باستمرار بسرعه المحرك الاي سي، وانما كسوفت ستارتر، وفي سوفت ستارترز موجودين بيعهم عدد من الشركات. اذا لو انا بدي اعمل ستارتنج تدريجي لاندكشن موتور لاي سي اندكشن موتور، ما بدي يكون في كارنت عالي في البدايه، ممكن استخدم هذه الاجهزه، ولذلك هي بتستمر لفتره بسيطه بس حتى يعمل اللود ستارتنج، وهذول اسمهم سوفت ستارترز. ولذلك لبساطة الدائرة والتكلفة المنخفضة ممكن يستخدموا كسوفت ستارترز، لكن لا يستخدموا للتحكم المستمر بالسرعة وبالتورك في المحرك.